بعيدا عن المواسم السينمائيه المتعارف عليها، بدا مؤخرا عرض الفيلم السينمائي الجديد ادرينالين، واللي بيقوم ببطولته الفنان خالد الصاوي والفنانه المتالقه دائما غاده عبد الرازق. اما اخراج الفيلم فهو المخرج المتميز محمود كامل، ودي بتعد تاني تجربه اخراجيه ليه في السينما بعد فيلمه الاول ميكانو. تعالوا نروح دلوقتي مع بعض ونشوف التقرير اللي رجعت لنا بيه كاميرا النشره من العرض الخاص للفيلم السينمائي ادرينالين. نرجع مره تانية. ادرينالين هو احدث الافلام المصريه اللي تم افتتاح عرضها الخاص في موسم بعيد عن المواسم السينمائيه. كاميرا روتانا حضرت العرض الخاص للفيلم وسالت ابطال الفيلم عن سر اسم الفيلم وعن اسباب عرض الفيلم في هذا التوقيت. تعالوا نشوف نجوم الفيلم هيقولوا ايه الكاميرا النشره. الفيلم حاله خاصه، انا شايفه ان هو من اهم الافلام اللي اتعملت، بيقدم شكل جديد في كل حاجه، في القصه، في الاضاءه، في التصوير، في التمثيل. الشخصيه شويه مركبه نفسيه، وانا بحب قوي الادوار دي بتاخد مجهود في التمثيل، بيوريك قد ايه ممكن الانسان يبقى حقل تجارب زيه زي الفار بالظبط. فهي شخصيتها زي الفار بالظبط في الفيلم. الموضوع جثه متشوهه، ما تجيب حد يتعرف على الجثه، متشوهه لدرجه ان محدش هيقدر يتعرف عليها. الادرينالين هو الهرمون اللي مسؤول عن ان لو انت دلوقتي قلت لك في حريقه ونطيت مره واحده او دخل عليك حد يهاجمك وقمت قايم جاري او مهاجمه او بتاع، اللي حركك كده هرمون اسمه الادرينالين. ايه اللي بيحصل حوالين الموضوع ده؟ ده موضوع الفيلم، واظن كان باين من اعلاناته وبالطريقه اللي انا شخصيا عجبتني في تقديمه في البروموشن بتاعه، باين الجو اللي فيه سنه غموض، واتمنى ان ده يعجب الناس. ساعه القضيه دي ما ابتدت انا ما بنامش. وحضرتك ناوي تشتغل في الموضوع ده لازم تحترمه، دول جبارين. اسمي محمود ابو الليل، شخصيتي ضابط مباحث، بس مش زي الضباط اللي قدمتهم قبل كده. توقيت عرض الفيلم، الفيلم كان تم الانتهاء منه من فترة، ولكن اختيار الشركة المنتجة لتوقيت اللي هي ايضا الشركة الموزعة ليه، انها تختار التوقيت بتاع العرض بتاعه بما يخدم الفيلم وبما يخدم صورة ابطاله ويستفيد منه بتاع ده، موضوع طبعا لهم مطلق الحق فيه، وانا ما بتدخلش في اي شغل من اول ما بنهي شغلي انا وهو التمثيل. انتوا عايزين مني ايه؟ ده مش شكل واحده بتقدر بالصدفه. انا خلاص اعصابي تعبت، ما بقتش اقدر استحمل. انا دوري دور الدكتور كريم عوني، دكتور مجنون سايكوباتي مجرم، ويمكن مختلف شويه عن اللي، مش عايز اقول الناس متعودين له، بس حاجه مختلفه بالنسبه لي. يعني ما حبيتش اخش حاجه دور يبقى الحاجه السيمبل العاديه اللي كل الناس متوقعها مني، الناس حضرتني في البرنامج وعارفين شخصيتي، قلت اما اعمل حاجه مختلفه عن اللي الناس متعوده عليه، فان شاء الله يكون احساسي في مكانه يعني. وطبعا خبره ان واحد يتعامل مع الفنانين الكبار اللي معايا، استاذ خالد الصاوي، مدام غاده عبد الرازق، محمود كامل المخرج، استاذ طارق التلمساني، يعني مدير تصوير رائع، عمل صوره جميله جدا، وان شاء الله بادائي يعني في الاخر يبقى معقول نوعا ما. ولسه مكملين مع ابطال فيلم ادرينالين، وايضا بيشارك في بطوله الفيلم الفنان الكوميدي المتميز محمد شومان في دور جديد عليه تماما، وايضا بيشارك في الفيلم الفنان الاردني اياد نصار في اول تجربه ليه مع السينما المصريه. تعالوا نروح دلوقتي مع بعض ونشوف التقرير اللي جاي مع محمد شومان ومع اياد نصار وايضا مع مخرج الفيلم محمود كامل، ونرجع مره ثانيه. كلم الحلواني، محدش هيعرف يشتغل على الجثه دي غيره. يا ما شفت من الجثث، الجثث ليها لغه وليها رغبات بتعبر عنها احيانا باشارات، بس المهم اللي يفهمها. ادرينالين قايم تقريبا على فكره ادرينالين اللي في الجسم، اللي بيفرزه الجسم ساعه الخوف او الفزع بشكل كبير يعني. من ضمن المؤثرات بتاعته مثلا القلب بينبض بسرعه و و و ما ينفعش اقول اكتر من كده، لان مش عايزين نحرق احداث الفيلم يعني.
طبيب شرعي، وهي أول مرة أعتقد بقى في عمل فني عموما يعني يبقى طبيب شرعي فيه شخصية أساسية، فبنشوفها بنلمسها، مش مجرد واحد بيطلع يقول الجثة دي اتقتلت مثلا أو ماتت وفاة طبيعية، لا، شخصية من ضمن الشخصيات الرئيسية للفيلم ومن ضمن أحداث الفيلم يعني. أبو الليل في خطر، يعني أبو الليل في التلاجة من ساعته، مش سمع صوته ده بأنه موته. أدرينالين كاسم يعني تم اختياره كاسم للفيلم لأنه مادة الأدرينالين نفسها ليها علاقة في حدوتة الفيلم، يعني هي مش بعيدة، ولا اختيار اسم رنان وغريب، بالعكس هو له علاقة شديدة في تكوين عقدة الفيلم نفسها. أنا بعمل شخصية عمر ضابط مباحث، ما أقدرش أتكلم كتير أو أفك أي شفرة من شفرات الشخصية لأنها كلها ليها علاقة في أحداث الفيلم، لكن لا أقدر أقوله أنه عمر شخصية مندفعة باندفاع حب المهنة، باندفاع قلة الخبرة، بعكس المسؤول عنها أو الأعلى منها رتبة اللي هو أبو الليل واللي يعملها الشخصية الفنان خالد الصاوي. الاختلاف ده في التركيبة أو في الاندفاع أو البحث عن الحقيقة أو شكل البحث عن الحقيقة هو اللي عامل شكل العلاقة بين عمر وأبو الليل، وانعكاسه طبعا على رحلة البحث في حل الجريمة اللي هما اتنين يعني بيدوروا عليه على حلها. أبو الليل عايز كشف أسماء الجثث اللي خرجت النهاردة من المشرحة. خرجت من باب المشرحة؟ مش فاهم أي حاجة. أدرينالين فيلم ثريلر، والثريلر ده نوع احنا ما بنقدموش قوي في السينما المصرية، ما قدمناهوش تقريبا خالص. فيلم جديد ومختلف وصعب، يعني أتعشم أنه ربنا يكون وفقني فيه، وأنه الناس ما تشوفه تحترمه وتحبه، وتحس ان احنا بنحاول نقدم لهم حاجه مختلفه وجديده، وبنحترم تفكيرهم ومشاعرهم وعقليتهم. بس الجثث قد ما بتحفظ الاسرار بتقرر في اوقات انها تبوح، لكنها ما بتبوحش لكل الناس، مش كل الناس ممكن تفهم الحقيقه. الشركه حسب سياستها التوزيعيه شايفه ان ده انسب توقيت لعرض الفيلم في سيزون، بنحاول ان احنا نخلق سيزون جديد اللي هو بين العيدين، والفيلم ان شاء الله يستمر ويكمل العيد الكبير.